حضرات المسافرين الأعزاء، مرحبا بكم على متن الطيران العماني. نرجو منكم الانتباه إلى إرشادات السلامة. السلام عليكم. ويلكم. Greeting. مرحبا. قبل الإقلاع يرجى التأكد من وضع حقائب اليد في الخزانة العلوية أو أسفل المقعد الذي أمامكم. يجب ربط حزام المقعد عند إضاءة إشارة ربط حزام الأمان أثناء الرحلة، وذلك عن طريق إدخال الطرف المعدني في فتحة التثبيت وإحكام الربط عن طريق شد الحزام. يلا ليتس جو. بعد الإقلاع عندما تطفأ إشارة ربط الأحزمة يمكنكم فك الحزام عن طريق رفع المشبك المعدني، ولكننا ننصح بإبقاء أحزمة المقاعد مربوطة طوال فترة جلوسكم تحسبا لأي مطبات جوية غير متوقعة. في حالة هبوط الضغط في المقصورة ستسقط أقنعة الأكسجين تلقائيا من اللوحة الموجودة فوقكم. يرجى سحب القناع للأسفل بقوة لتنشيط تدفق الأكسجين، ثم وضع القناع فوق الأنف والفم والتنفس بشكل طبيعي. لإحكام القناع يرجى شد الشريط المطاطي. احرصوا دائما على إحكام تثبيت قناعكم أولا قبل مساعدة المسافرين الآخرين. نود أن نذكركم بأن التدخين غير مسموح به في هذه الرحلة بما فيه السجائر الإلكترونية، وأن جميع دورات المياه مزودة بأجهزة الكشف عن الدخان. في حالة تعذر الرؤية في المقصورة فإن المصابيح المشعة للضوء الموجودة بالأرضية سوف ترشدكم إلى مخارج الطوارئ. توجد 8 مخارج للطوارئ في هذه الطائرة، 4 مخارج على الجهة اليمنى للطائرة و4 على الجهة اليسرى، وجميع المخارج مزودة بزلاقات إخلاء. يرجى تحديد أقرب مخرج إليك والذي قد يكون موجودا خلفك. توجد سترة النجاة في أسفل مقعدكم في الدرجة السياحية، وفي محفظة خلف غطاء المقعد من الجهة السفلى في درجة رجال الأعمال. في حالة الإخلاء المائي أخرجوا سترة النجاة من المحفظة ثم أدخلوها في الرأس وثبتوا المشبك وأحكموا ربط الشريط حول الخصر. وقبل مغادرة الطائرة عند المخرج يجب سحب الأطراف الحمراء لتنتفخ سترة النجاة تلقائياً. لنفخ السترة يدوياً يرجى النفخ بواسطة الأنابيب، كما أن سترة النجاة مزودة بمصباح إضاءة يعمل تلقائياً عند ملامسته للماء. استعداداً للإقلاع يرجى التأكد من إغلاق الطاولات الموجودة أمامكم وإعادة ظهر المقعد إلى الوضع العمودي وإنزال مسند الذراع إلى وضعه الطبيعي، كما نرجو إغلاق مسند القدمين إذا كان متوفراً. يرجى التأكد من فتح ستارة النافذة وربط حزام المقعد بإحكام قبل الإقلاع والهبوط وطالما كانت إشارة ربط الأحزمة مضاءة. لا يسمح باستخدام أجهزة الاستقبال والإرسال اللاسلكية أثناء الرحلة، ويتعين إغلاق جميع الهواتف والأجهزة الإلكترونية الأخرى عند الإقلاع والهبوط. لمزيد من المعلومات يرجى قراءة بطاقة تعليمات السلامة الموجودة في جيب المقعد أمامكم. شكرا لحسن انتباهكم، نتمنى لكم رحلة سعيدة وممتعة مع الطيران العماني. Ladies and gentlemen, welcome to Oman Air. Please pay attention to this safety video. Assalamu alaikum. Welcome. Greeting. Marhaba. Before takeoff, please ensure that your baggage is placed in the overhead compartment
or is placed underneath the seat in front of you. Your seatbelt should be fastened whenever the seatbelt sign is illuminated by pushing the metal tab into the buckle and tightening by pulling the strap. Yeah, let's go! After takeoff, you are free to unfasten your seatbelt when the seatbelt sign is off by lifting the metal flap. However, we advise you to keep your seatbelt fastened while seated in case of unexpected turbulence. In case of a loss in cabin pressure, oxygen masks will automatically drop down from the panel above you. Pull the mask down sharply to activate the flow of oxygen. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. The mask can be adjusted by tightening the elastic bands. Ensure that your own mask is correctly fitted before helping other passengers. We kindly remind you that this is a non-smoking flight, including e-cigarettes. All toilets are fitted with smoke detectors. In the event of poor visibility, low-level lighting will guide you to your nearest exit. This aircraft has 8 emergency exits, 4 on the right and 4 on the left. All exits are equipped with escape slides. Please familiarize yourself with the nearest exit, which may be located behind you. Life jackets are located underneath your seat in economy class and in a pouch behind the seat cover at the base of your seat in business class. In water evacuation, remove the life jacket from its pouch, slip it over your head, clip and tighten the straps around your waist. Prior to leaving the aircraft at the exit, pull the red toggles to inflate the life jacket automatically. To inflate it manually, blow into the tube. Life jackets are fitted with a light, which will illuminate automatically in water. We are now preparing for takeoff. Please ensure that your tray table is stowed. The seat back is in an upright position with the armrest down and the footrest stowed if available. Please ensure that the window blind is open and the seatbelt is securely fastened prior to takeoff, landing, and whenever the seatbelt sign is illuminated. The use of radio receivers and transmitters are not permitted during the flight. The use of mobile phones, tablets, and other electronic devices are not permitted during takeoff and landing. For further information, please read the safety instruction card located in the seat pocket in front of you. Thank you for your attention. And we wish you a very pleasant and enjoyable flight with Oman Air.